بسم الله الرحمن الرحيم. القدس اليوم غنمشي ونفرقد لكم حوالة فلوس هيا يا سيد قريب 26 حولي، ولكن راه كاين حوالة اللي مشاو في جهة أخرى تشراو في جهة أخرى. سي رشيد دري وشي ولا شتي توفيق، غادي نوصلو تما إن شاء الله ونوثقو داكشي بفيديو. واش السيد يدي فلوسو طلعو الحوالة ونعطيو للناس، والله يعاون الله يعاون الله يتقبل من جميع المحسنين إن شاء الله. وماشي تسمعوا غادي نعطيو الناس يصوروهم ولا ما كنصوروش الحوالات في هذه المبادرات هادو، كنحطوا الحوليه وكنمشيو وكنوثقوا داك الشيء. السلام السلام عليكم. وصلنا لكوري كما قال لها واحد، تاوري درا حتى تاوري طريد الشاشه حتى ريدت، قال لك ديك راه الاخرى ريدت. احنا راه اسيدي هنا ما دروتش حتى بزاف، ولكن حاج نور الدين صاحبنا راه في الراح نسرجيو الحوالة ان شاء الله. نعطيو السيد فلوسو ونمشي ونديو للناس. وصلنا عند الحاج نور الدين في هذا الشيء، هذا اللي نمشيو نطلقوا الحوالة. الحمد لله الله يسخرك. ودعي معايا الناس عمي نور الدين. راه تملك ولا شي واحد ندير عروض الازياء ولا انا جاي ندير غير عوالة ونمشي. واح ما لا تاي سكرك ودايرين. السلام عليكم. راك هنا انت؟ السلام عليكم. ارواح ارواح الله يحاول يتعشى. السلام عليكم. وصلنا الكوري، ها انتم تشوفوا الشتا. السلام عليكم سيدي. هانيا نمشيو نجيبو الحوالة نديرهم في 207 الشتا، راكو تشوفو ها حنا الطرقة النحاسية هي هنايا الجانبية. توري فيها الشتا دابا ما نعرف. شوفو بعدا الغلم عمي بسلام هانيا ها انتوما تشوفو، والله يتقبل المحسنين كاملين اللي ساهموا في هذا العمل هذا. تبارك الله انتوما تشوفو. اي لحظه كنوثقوها واخا هاد الشتا هادي. خويا دابا غادي شي 25 و شي 23 و البارح دابا غادي نقولك شحال. اصبر نعطيه لاخر بعدا نشوف شحال غادي. اصبر انا غادي نهود انايا. اصبر اخويا هنا راكو تشوفو هنايا 23 و جوج مشاو البارح هي 25 وواحد الحواله واحد اخرين. المهم حنا في شي 30 حولي وغادي نزيدو ان شاء الله عاوتاني. شوفو على حسب واحد مالك Thank you.
ها هي. عشرين هنا ها؟ ثلاثة وعشرين وجدة. أربعة وعشرين وجدة. وجدة لا جدة عمل تسوي. شوف. واحد جدة. خلاص جدة ديال السيدة من أردن. جدة ديال السيدة هو هذا. حولية واخصني حولية واحد السيد. ودري مع هاد المحسن هنا عمي نور الدين ترى الدعوة ديالك واش عطيتها التصويرة باش ها؟ عميد الحاج نور الدين ها هو والحاج رشيد ها هو شحال خويا رشيد جاتك هنايا هاد الملايين وكيتي دير عليهم 25 خروف المهم اخوات راهنا غاديين دابا شنو نفرقوا لهاد الناس الامانه ديالهم ها هما خرفان تبارك الله خرفان زينين ها اش مشكل زينين والله لا تبارك الله واه ايوا الفلاحه هي ودي سير الله يهديك المهم الخوت الله يتقبل من الجميع الله يسهل على الناس اللي كاع ساهمت في هذا الخير هذا ان شاء الله تبارك الله عليكم السلام عليكم نشوفوا شدوا الطريق ديالو نشوفوا الشتاء انت وليت راه درت فيها الشتاء ولا مازال يا غادي نبداو طعم منين نبداو نبداو لا نبداو من الهنديه لا نعيد لواحد بعدا غادي البامينا فيها شحال واحد جوج ثلاثه واه البامي اللي عندي فيها بزاف واه ولكن في الهنديه هذيك الطريق ديالنا باش نصفيو علينا باش ما نرجعوش باش ما نرجعوش اللي مسكه من هنا خصو يبقى حتى واحد واخا يكون غير واحد كاع انتوما شوفوا ونشكر عاود السي حطاب مقاجي معنا مرحبا الله يتقبل من الجميع السلام عليكم وعمي جوجل وعمي جوجل واه عمي جوجل واه ها هو تا هو عمي جوجل واه والشنكر راه اللور الشنكر هو راه كبير الشنكر على خروفه ديالو الشنكر راه خروفه راه تما واه يلاه الله يعاونك
باقي لنا شي عائلات ان شاء الله اللي بغى يزيد يساهم معنا عاوتاني. باقي لنا واحد 4 العائلات. المهم انا نفرقوا هادو الله.